فهد كان ساكن في أوتيل ثاني وراح خلص الزواج ورجع غادر. ليش؟ أجل السلطات الكويتية تحجز على أحلام الشامسي وهي تتهم فهد الكبيسي. سنابي أوجه رسالة إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد مشعل الأحمد الله يحفظهم. ليش أنا أحلام الإماراتية أنحجز وأنحجر 3 أيام في حين أن معايا في نفس اليوم وصل الفنان فهد الكبيسي وقادر ثاني يوم؟ ليش؟ وعلى فكرة أنا انحجرت في فندقي وما غادرت، فهد كان ساكن في أوتيل ثاني وراح خلص الزواج ورجع غادر. ليش؟ أتمنى أني ألاقي رد. بعد أتمنى أن هذه رسالتي توصل إلى وزير الدفاع. ليش فهد الكبيسي قادر وإحنا في حجر؟ وأنا تحت الأمر وفي الحجر. ليش فهد الكبيسي قادر وأنا ما زلت محجورة وحتى طيارتي موجودة في المطار؟ أنا جيت على طيارة خاصة وهو جاء على طيارة ثانية، يعني أنا ما راح أعرض أي أشخاص لأي خطر لو أنا لا سمح الله فيني شيء. وعلى فكرة أنا عندي فحص أني أنا سليمة. الله يحفظ الكويت ويدوم عليها نعمة الأمن والأمان. كويت العز.